امس ثلاثه راحوا لي في البركه مات واخذي واخذي هدايا لي الاخرى انا فخه حتى طاحوا فيها. قلت لي ان تفقد احد ابنائك فهذه فاجعه، اما ان تفقد ثلاثه منهم وفي يوم واحد فقد تعجز الكلمات عن وصف هذه الحاله. هو ما وقع لعائله عيادي بعد ان شاء القدر ان يغرق ابنائهم الثلاثه في هذا الوقت، تاركين خلفهم حزنا خيم على العائله. أدوا عندي معزات يرعوا راحوا بهم شوي طاحوا في البركة، لحقت نجبي لقيتهم طيحين فيه، قلت نقولهم ما يروحوا لقيتهم طيحين. ثم أنت اللي فقت بهم الأول؟ إي فقت بهم وعيطت على جاري حذاه، ثم قلت وجري لي، قلت لها ذري طاحوا لي في البركة. رحت نلقى واحد طافي فوق الماء صغير، طافي فوق الواحد هذيك، معناها طحت قديش مرة لأنه صعيبة شوي البلاصة، ديريكت طحت في رحت وين الطفل هذاك، كي طحت انا غرقت هبطت لتحت، شلت خليته ثم وخرجت بصعوبه، يعني ربي سبحانه ما لبيش كيفاش خرجت. وين عاودت رفرونيت وتنفست عاود درت، بعد جابوا الماء دوروا هولي هكذا هكا بشوي شيخي فينا الماء جبت وانا على السن وحي نحاول ننقذه، جبت وحطيت هنا لقاه ميت من فوق ازرق. الواد هذا يجي من قربوس يربط في واد الزيت، وزراري كانوا سرحين غرقوا. البلاصه هذه على بالنا بها بلي خطر ومش ما وشكينا وكلش حاجه واحد متولها بينا. ثلاثه اخوه غادروا البيت صباحا لرعي الغنم فلم يرجعوا. تعددت الاسباب المؤديه للكارثه والنتيجه واحده، قلب اب مزقه الالم وام لم تستوعب بعد انها خسرت فلذات كبدها. أمهم مشي تموت، والله أمهم مشي تموت، أمهم والله مشي تموت، ما في حالة زي أخر، والله في حالة قعد لي صغير ما راحش. قديش عمره؟ 3 سنين، والأخرين 11 سنة، والأخر 8 سنين، والأخر 5 سنين، هم راحوا في البركة. ربي يصبرك إن شاء الله. أيوة أخي. جنازة الأطفال الثلاثة شيعت وتحت التراب وضعت أجسادهم البريئة، تاركين عائلتهم تدعو لهم بالرحمة، ولسان حالهم يقول حسبنا الله ونعم الوكيل.